ونروح لجو ماتش الاتحاد النهارده. زي ما قلنا طبعا الاهلي دخل في معسكر مغلق من اول ما خلص ماتش الاسماعيلي وبيستعد للاتحاد اللي بيتهيألي ماتش مهم كمان بالنسبه له. يمكن الاتحاد كان قريب شويه من ان هو يدخل المربع الذهبي، لكن عطل كده في ماتشين ثلاثه، والمقاولين حقيقه قدر يفرق بشكل كبير. مقاولين عامل سيزون مع عماد النحاس اكتر من رائع السنه دي، وهنشوف ان شاء الله باذن الله ابطالنا النهارده هيقدموا لنا ايه في الملعب. يعني نتمنى ان شاء الله انه ثلاث نقط يكونوا من نصيبنا عشان نحسم البطوله ونبتدي نفكر بقى على رواقين زي ما بيقولوا يا ساره هنعمل ايه في اللي جاي.